كان في واحد طالب غبي حمار، يعني طالب بيدرس عند ابن تيمية، وابن تيمية كان عالم كبير. ابن تيمية بيفسر القرآن، وابن تيمية وهو بيفسر القرآن وصلى عند آية وبيفسر هذه الآية، ففسرها والطالب سنب، طاح الطالب مش فاهم سنب، قال يا ابن تيمية تفسيرك لهذه الآية أحسه أنه غلط، وفسر الطالب هذه الآية. فالطلاب كلهم قالوا أنت بعقلك تغلط ابن تيمية، تشيت وقع أحسن من ابن تيمية، هذا ابن تيمية عالم طول عمره وهو بين العلم وأنت من أنت لو ما... قال يا ابن تيمية والله ما أنا في علم ابن تيمية إلا كالهدهد في ملك سليمان إذ قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صح أننا ما نشفأهم ولا أنا، ولكن أنا متأكد بأن تفسير هذه الآية على ما قلت لكم، أنا مش على ما قال ابن تيمية، لأني لامست واقعي، لأني فأنا يا أخي صح أننا حمار، بس هذه الآية يا أخي أنا متأكد أن تفسيرها هكذا، تعمق في الآية أحسن من ما تعمق فيها ابن تيمية وفسرها بشكل أوضح وأحسن. فلذلك لا تحصروا التفسير الشيخ فلان، في مشايخ صادقين مؤمنين صح نرجع لهم في بعض الحاجات مش في كل شيء،